في بحث ابحاث اتنشرت في مصر عن السمك الهامور. السمك الهامور تعتبر من اغلى الاسماك اللي موجوده عندنا، من الاسماك الفانسي، الاسماك اللي طعمها حلو جدا، انا عن نفسي بحبها جدا. من كتر الصيت الجائر على سمكه الهامور، انت عندك كل الحيوانات فيها طبيعه السرفايفل، لازم بتحاول ان هي تنجو، فبتعمل ادابتيشنز او بتعمل تعديلات عشان تنجو. والناس بتحب كل سمكة الهامور، كل ما تكبر كل ما تبقى احلى، فعمالين يصطادوا. سمك الهامور وهو مش عارف طبعا، لقى ان هو قبل ما بيبيض الناس عمالة تصطاده، قبل ما بيبيض الناس عمالة تصطاده، قبل ما يوصل للحجم ان هو هيبيض فيه عشان يضمن ان هو في جينيريشنز او اجيال تانية منه الناس بتصطاده. سمكة الهامور كانت بتبقى جاهزة ان هي توصل لمرحلة النضج الجنسي والبيض والحاجات دي عند مثلا 40 سنتي او 50 سنتي. لما كان في صيد جائر كتير، السمك عمل ادابتيشن او عمل تكيف لا ارادي ان هو بقى يبيض ويوصل للنضج الجنسي عند حجم اصغر، هو عايز يبيض باسرع فتره ممكنه عشان يقدر ينجو. بالتالي ده انعكس دلوقتي، احجام السمك الهامور في مصر دلوقتي اصغر بكتير من مثلا 50 سنه، من 100 سنه، بسبب اللي احنا بنعمله، بسبب الصيد الجائر. فانت ممكن يا اما تلاقيش الفصيله او تأثر على جودة الفصيلة اللي انت عايزها.